أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى اليوم مباحثات عبر تقنية التناظر المرئي مع نظير السنغافوري السيد فيفيان بالاكريشنان، وذكر بلاغ رسمي أن الوزيرين أشادا بالعلاقات بين البلدين وجددا التأكيد على رغبتهما في تعزيز الحوار السياسي والتشاور بين الرباط وسنغافورة، مشددين على ضرورة تكثيف التعاون والشراكة في مجالات الاقتصاد والتمويل وأيضا الاستثمارات.